السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في المحاضرات المسجلة لمساق هندسة البرمجيات لطلاب وطالبات دبلوم تطوير صفحات الإنترنت في جامعة الإسراء غزة. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في وحدة جديدة اللي هي وحدة متطلبات البرمجيات أو هندسة متطلبات البرمجيات. إحنا في المحاضرات السابقة تكلمنا عن مجموعة من المفاهيم الأساسية في هندسة البرمجيات، بعد هيك يا جماعة تكلمنا عن مراحل تطوير البرمجية، حكينا إنها بتتم بعدة مراحل، منها تحليل المتطلبات، ثم التصميم، ثم البرمجة، يليها الاختبار الاختبار ثم الصيانة. طبعا إحنا اليوم كل الوحدة هاي راح تكون مركزة على أول مرحلة اللي هي مرحلة تحليل وتجميع المتطلبات. كمان في شابتر 3 تكلمنا عن مجموعة من النماذج التي تستخدم في هندسة البرمجيات، ومنها السبايرال موديل، الانكريمنتال موديل، الفورمال ميثودز موديل، وكمان تكلمنا عن الووترفول موديل. في الأسبوع السابق تكلمنا عن مجموعة من الطرق الحديثة التابعة للأجايل، ومنها السكرام. تكلمنا عن آلية تنفيذ السكرام، عن الاجتماعات اللي بتتم كل يوم في السكرام. تكلمنا كمان عن التيم، كيف بيكون موزع، كيف بتوزع عليهم المهام، وشو دور السكرام ماستر، وشو دور مالك المنتج. اليوم إن شاء الله كل تركيزنا رح يكون على اللي هو هندسة المتطلبات. في هاي الوحدة رح نتعرف على إيش يعني هندسة متطلبات، إيش الأنشطة اللي بتتم خلال عملية هندسة البرمجيات، إيش المدخلات والمخرجات منها، شو يعني متطلبات، إيش يعني متطلبات، مين المستفيدين من تحديد المتطلبات، إيش الخصائص المميزة للمتطلبات الجيدة، وإيش النتائج اللي أنا حاخدها أو الفوائد اللي أنا حاخدها إذا كانت المتطلبات جيدة. كمان كيف بدي أتواصل مع الناس المعنية بالمشروع عشان أستنبط منهم المتطلبات، إيش دور المحلل، إيش المهارات اللي لازم تكون عنده، والأساليب اللي لازم تكون متوفرة عنده عشان يحلل المتطلبات. كمان كيف حعمل عملية المصادقة، وكيف ممكن تنشأ عندي مشاكل كتيرة في مراحل التصميم والتنفيذ والصيانة إذا كانت المتطلبات فيها خلل. إيش العوامل اللي بدي أراعيها لما أكتب وثيقة المتطلبات، وإيش الفرق بين المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. هذا باختصار إيش اللي حناخده بهذه الوحدة. طبعا يا جماعة هندسة المتطلبات من أهم الأنشطة اللي بتتم في بناء وتطوير البرمجيات. يعني أول خطوة أنا بدي أعملها لما بدي أنفذ أو بدي أعمل برمجية جديدة، بدي أروح أجمع المتطلبات. فمتطلبات البرمجيات من أهم المراحل، من أهم الأنشطة اللي بتتم في بناء وتطوير البرمجية. طبعا إذا لم نكن قادرين على تحديد متطلباتنا بالضبط، عبثا سنطبقها. يعني إذا أنت مش فاهم إيش السيستم بده يعمل أو شو الخدمات اللي بده يوفرها، فأنت أصلا لما تيجي تنفذها على شكل كود مش حتقدر تطلعها بالشكل المطلوب. في حال قيامنا ببناء أقوى البرمجيات لكنها لا تفي باحتياجاتنا، فإننا نكون قد فشلنا. يعني أنت بالآخر لما بدك تعمل برمجية بدك تحكم عليها إنها كويسة ولا مش كويسة من أي ناحية. بدي أسأل حالي أو بدي أسأل العميل، هل البرمجية بتأدي كل الاحتياجات اللي أنت بدك إياها؟ هل كل الوظائف موجودة؟ هل كل الخدمات موجودة؟ فإذا كانت بتفي باحتياجات العميل فأنت عملت برمجية ممتازة وملبية لحاجات العميل. أما إذا كانت البرمجية رغم إنها مكتوبة بشكل كود كامل، تصاميمها حلوة، معمول لها اختبارات جيدة،
لكن الفانكشنز تبعتها ناقصة، ما بتفي باحتياجات العميل، فانت هان نحكم على البرمجية هاي انها فاشلة. طبعا يا جماعة كتير من النظم ما بتكون بتفي بمتطلبات المستخدمين. ليش؟ في سببين. يعني انت سلمت العميل البرمجية، لكن لقاها هذا العميل او لقاها هذا العميل انها مش البرمجية المطلوبة، مش الخدمات المطلوبة. ليش؟ أول حاجة لأنه أنت ما حددتش متطلبات العميل بشكل دقيق. يعني لما أنت قعدت معه، العميل أعطاك متطلبات عالية المستوى. إيش يعني عالية المستوى؟ يعني مش كاملة، يعني مش واضحة، ممكن يكون في بينها تضارب. فبالتالي النظام ما وفى المتطلبات. ليش؟ لأنه المتطلبات مش واضحة، لأنه العميل اعطاني متطلبات عالية المستوى، يعني بدون تفاصيل أو بدون اكتمال. تاني شغلة، صعوبة إقناع العملاء بقضاء وقت طويل لتغطية تفاصيل المتطلبات. يعني مش كل عملاء بيرضوا يقعدوا معاك فترات طويلة أو الوقت الكافي، خلينا نحكي، عشان تاخد منه التفاصيل وتفهمها. في عميل بيكتفي باجتماع واحد، بيحكي لك إنه أنا بدي السيستم يعمل 1 2 3، اتفضل اعمل لي إياه. ما بترجع تشوف وجهه، ما بترجع تتصل فيه، هو نفسه ما بيرجع يتصل فيك، بقول لك خلص أنت اعمل اللي بدك إياه. فبالتالي ممكن أنت تشتغل بناء على التفاصيل اللي مش كاملة، وبالآخر يطلع السيستم مش هو المطلوب ومش هو اللي بيوفي أو بيلبي احتياجات العميل. تمام، يبقى هندسة البرمجيات أو هندسة متطلبات البرمجيات هي أول نشاط تقني في تطوير البرمجية. يعني أول ما تبدأ في إنشاء البرمجية لازم تعمل وتحدد متطلبات البرمجية، فهي أول خطوة في طريق التطوير. طبعا يا جماعة لازم نتأكد إنه البرنامج هاد أو البرمجية هادي هي اللي العميل بده إياها، هي ما يرغب به ويطمح إليه. وهذه أخذناها إنها مين؟ إنها عملية المصادقة. عملية المصادقة إيش حكينا عنها؟ حكينا عنها بعد ما أنت تخلص البرمجية بتروح بتسلمها للعميل، العميل بيشتغل عليها، العميل بيجربها وبتأكد إنه كل الأمور تمام التمام، وإنه بتلبي كل احتياجاته، وإنه كل الأشياء المطلوبة موجودة في هذا البرنامج، فبالتالي بيكون راضي 100%. تمام، هذه بتتم من ناحية مين؟ بتتم من ناحية العميل نفسه، هو اللي بيحدد هل النظام يلبي المتطلبات أم لا يلبي. هذه ما تعرف بالمصادقة. اتكلمنا كمان عن شغلة تانية اسمها الفيريفيكيشن أو التحقق. حكينا عملية التحقق أو الفيريفيكيشن إنه أنت أثناء عملية التطوير كمطور، كمبرمج، كفريق، لازم تبذل الجهد لضمان حدوث الحد الأدنى من الأخطاء في البرمجيات. يعني وأنت عمالك قاعد بتصمم، وأنت عمالك قاعد بتنفذ، وأنت عمالك قاعد بتعمل اختبارات، لازم تتأكد إنه البرمجية ماشية بالاتجاه السليم. وهذا إشي يا جماعة بيحتاج وقت وجهد مش قليلين. فبالتالي عملية التحقق بتتم أثناء التطوير، واللي بيعملها المطور مش العميل، بعكس الفاليديشن أو المصادقة بتتم بعد ما نسلم البرنامج، واللي بيعملها هو صاحب النظام أو العميل. طبعا يا جماعة أي مشروع أو أي نظام من وين، يعني من وين بيبدأ؟ بيبدأ
لما يكون في عند المستخدم يا فكرة جديدة يا بده يطور نظام أصلاً موجود. فأنت يا بيكون عندك فكرة جديدة من الأساس أنت بدك تطبقها، يا إما بيكون عندك النظام موجود أنت بدك تطوره أو بدك تحوله من مثلاً من ويب لموبايل أو من موبايل لديسكتوب أبليكيشن. فبالتالي بتروح بتجيب المحلل وبتتعاون معاه أنت كزبون أو كعميل عشان تشوف التفاصيل المتعلقة بمتطلبات هذا النظام. طبعاً يا جماعة لازم المتطلبات لما تحددوها وتبدو يعني لازم تكون متطلبات واضحة وكاملة ومتناغمة. طبعا ممكن أولها الفكرة يعني تكون غامضة وغير محددة، وممكن لا أحد يبدأ يقول لك الفكرة عندي واضحة المعالم والأمور تمام التمام. في حالة الأمور كانت غامضة وغير محددة يعني ممكن أنت تقعد مع العميل وتصير تسأله مجموعة من الأسئلة من خلالها تصير الأمور عندك أنت كمطور أوضح من أول وتقدر تبلش تبني النظام. تمام. طبعا يا جماعة كمان من الأمور يعني الضرورية لتوصيف النظام أو لتوصيف سوري المتطلبات إنك لازم تحط الدليل الإرشادي حول كيفية التأكد من إنه البرنامج يلبي احتياجات المستخدمين. يعني انت مش بس بتحط المتطلبات، يعني انت حتحط المتطلبات وكيف تفحص هذه المتطلبات. فانت بتحط دليل في مجموعة من الفحوصات اللي بتتأكد انه البرنامج هذا بيلبي احتياجات المتطلبات، طبعا من خلال الاختبارات والقياسات المختلفة. فإحنا في مرحلة هندسة المتطلبات غير إنك بدك تستنبط المتطلبات وتجمعها وتحللها، كمان بدك تختبرها، بدك تشوف إنك أنت بعد ما جمعت هاي المتطلبات تسأل حالك هل أنت حتحقق كل أهداف المستخدم وتلبي كل احتياجاته. هذا ما يعرف بالفحوصات أو خلينا نحكي باختبار المتطلبات. طيب نبدأ أول إشي بتعريف هندسة المتطلبات. إيش تعريف هندسة المتطلبات؟ زي ما حكيت لكم هي عملية، والعملية أخذنا إنها مجموعة من الأنشطة. فأنت بدك تتصور حالك إنك بدك تقوم بمجموعة من الأنشطة، مجموعة من الأكتيفيتيز. عشان إيش؟ عشان تستنتج وثيقة المتطلبات والمصادقة عليها وتوثيقها. يبقى أنت في مرحلة المتطلبات بدك تعمل مجموعة أنشطة هدفها بالآخر تطلع بملف وورد. إيش هذا اسمه الملف؟ وثيقة متطلبات النظام. إيش اسمه؟ وثيقة متطلبات النظام. هذه الوثيقة بتحط فيها كل المتطلبات وكل الاختبارات اللازمة لفحص هذه المتطلبات طبعا، وبتكون إيش؟ موثقة، يعني مكتوبة كتابة، يعني مش شفهي، لا بتكون مكتوبة على شكل مستند. تمام. طيب إيش المتطلبات بتشمل؟ المتطلبات بتشمل أول حاجة الخدمات التي يحتاجها العميل من النظام. يبقى أول حاجة بدنا نحط إيش الخدمات. يعني مثلا نظام متجر إلكتروني، مثلا الزبون يسجل دخول، مثلا الزبون يسجل حساب جديد، الزبون يستعرض المنتجات، الزبون يطلب منتج معين، الزبون مثلا يدفع دفع إلكتروني، الزبون مثلا يحدد مكان اللي هو على يعني خلينا نحكي مكان الشحن او المكان اللي بدها توصل عليه الشحنه وما الى ذلك. هذه هي الخدمات اللي بدنا اياها مثلا تكون موجوده في التطبيق او في النظام عندي. ثاني شغله بدي احدد القيود او الكونسترينت التي يجب اخذها في الاعتبار وعدم تجاوزها أثناء العمل على تطوير النظام. يعني في بيكون عندك مجموعة من القيود
يعني على النظام مثلا بدك المستخدمين يكون عمرهم في عمر معين، فأنت بتحط شرط إنه اللي بده يسجل يكون مواليد كذا إلى كذا. مثلا في عندك أنت هذا التطبيق خاص ببلد معينة، فأنت بدك تتأكد إنه رقم التليفون مقدمته مقدمة هاي البلد. فأنت في عندك مجموعة من الشروط لازم تاخدها بعين الاعتبار، ولازم يعني لازم تكتبها، لازم إيش ندونها ونوثقها على أساس لما يجي المبرمج يعملها بشكل سليم. تمام، فهذا هو هندسة المتطلبات. يعني هندسة المتطلبات مجموعة من النشاطات بتهدف ل أطلع وثيقة المتطلبات أصدق عليها وأوثقها. طبعا يا جماعة كلمة هندسة، من حد ما تشوفوا كلمة هندسة بالموضوع، يعني في ترتيب، يعني في طريقة منهجية، يعني أنت الأمور عندك ما بتتمش بشكل عبثي. فكلمة هندسة، ما إحنا قلنا هندسة المتطلبات، هذه بتدل على إنه الأنشطة لازم تكون مرتبة ومكررة. تمام، يبقى أنت مش هتمشي بشكل عشوائي ومش هتظبط معك الأمور من أول مرة. يعني ممكن تكرر اجتماع اجتماعين ثلاثة، تكتب مرة مرتين ثلاثة لحد ما الأمور تظبط معك. طبعا أنا بالآخر بدي أطلع بمتطلبات، إيش هذه صفاتها المتطلبات؟ لازم تكون كاملة ومتناغمة ووثيقة الصلة بمتطلبات المستخدم. يبقى من صفات المتطلبات اللي أنا بدي أدونها في وثيقة المتطلبات إنها تكون كاملة، يعني بدك تسرد كل متطلبات النظام، لأنه مرات التعديل بيكون صعب. تاني شغلة تكون consistent، متناغمة، يعني ما في بينها تعارض. تمام، ما في إشي بيضارب على إشي، لا كلهم ماشيين بالتوازي مع بعض. ثالث شغلة تكون relevant، يعني وثيقة الصلة بمتطلبات المستخدم، بمعنى السيستم بيعمل متجر، ما تروحش تحط إشي له علاقة مثلا بالعائلة أو يعني ببيانات العائلة مثلا، أو تروح تسأله مثلا أسئلة عن، أو تحط بيانات مثلا عن الزراعة في البلد، أو تحط عن الصناعة في البلد. أنت بالآخر ما إلك علاقة بكل هذه الديتيلز، أنت كل اللي بدك تحطه في هذه الأبليكيشن خاص بالمنتجات وكيفية عرضها وكيفية بيعها وكيفية توصيلها. فأنت المتطلبات اللي بدك تصيغها لازم تكون يعني على علاقة بالتطبيق اللي أنت بدك تعمله. تمام، فيهن يا جماعة في هذا الشكل ببين لي شو الأنشطة اللي بتتم خلال عملية هندسة البرمجيات، وإيش المدخلات وإيش المخرجات. تمام، خلينا نشوف. أول حاجة يا جماعة في عندي اللي على اليسار هدول اللي هم المدخلات، فأنا لما بدي أبدأ بهندسة البرمجيات أو بمرحلة البرمجيات لازم أكون عارفة إيش هي معلومات النظام الحالية. لو أنا بدي أطور على برنامج حالي بدي أكون عارفة شو المعلومات اللي عن البرنامج. تمام، أو حتى لو كان برنامج جديد بدك تقعد برضو تسأله عن ماهية المعلومات الخاصة بهذا النظام. تاني شغلة بدي أشوف حاجات ذوي الشأن، يعني مش بالآخر في ناس هيستخدموا هذا البرنامج، بدي أشوف شو احتياجاتهم، إيش بدهم من هذا النظام. ثالث شغلة بدي أشوف المعايير التنظيمية والتعليمات التنظيمية، يعني إذا في عندك الشركة إلها قيود معينة أو إلها تعليمات معينة فإنت لازم تاخدها بعين الاعتبار. مثلا إحنا في عنا مثلا الشركات عنا بالشرق الأوسط مثلا ما بتسمح تحط أي بيانات عن إشي خارج نطاق الدين الإسلامي، يعني مثلا ما بتحط منتجات خمور، ما بتحط مثلا منتجات
دخان، ما بتحط منتجات، او حتى اعلانات مثلا مجرد انها تظهر عندنا على التطبيقات، هذا مش مسموح. وانت بتبرمج لازم تكون ماخذ بعين الاعتبار اي قيود من ناحية المنظمة اللي انت بتعمل لها او المؤسسة اللي انت بتعمل لها التطبيق هذا. فايش في عندهم ليميتيشن او قيود؟ بيقولوا لك لو سمحت انك ما تحط مثلا اي اشي خارج نطاق الدين الاسلامي او خارج نطاق معايير المؤسسة طبعا. وبدي اعرف معلومات المجال، يعني شو هم حابين تكون داتا موجودة في البرنامج، او شو حقول، او شو بيانات معينة بدهم يسجلوها. طبعا هذا كله مدخلات، يعني انت بدك يكون عندك خلفية قبل ما تبدأ بالمتطلبات عن كل هاي الشغلات. خلال عملية هندسة البرمجيات بدك تعمل مجموعة من الأنشطة: نشاط استنباط المتطلبات، التفاوض حول المتطلبات وتحليلها، توثيق المتطلبات، والمصادقة على المتطلبات. وهذا راح ناخدهم بالتفصيل. فأنت عندك في عملية هندسة المتطلبات في مجموعة من الأنشطة، إيش هي هذه الأنشطة؟ استنباط، تفاوض، توثيق، مصادقة. طيب أنا بإيش راح أطلع من كل هاي العملية؟ راح أطلع بهدول المخرجات. بدي أطلع بالمتطلبات المتفق عليها، بكون حددت وفهمت شو يعني متطلبات هذا النظام، إيش بدهم متطلبات وظيفية وغير وظيفية. حكون فهمت مواصفات النظام، إيش يعني؟ يعني على أي جهاز بده يشتغل، على أي نظام تشغيل بده يشتغل. مثلا هل بده جوال أي أو أس ولا أندرويد، هل مثلا ويب أبليكيشن ولا ديسكتوب أبليكيشن، قديش حجم البرنامج حيكون على الذاكرة، ايش بده input device، ايش بده output device، وما الى ذلك. هل بده شبكة ولا لا، بده نت يعني اتصال ولا لا. فانا هيك بكون عارفة ايش مواصفات النظام. كمان حطلع بمجموعة من نماذج النظام، يعني انا حطلع بشوية رسومات بتعبر عن النظام، واخدتوهم زي اليوز كيس والسيكونس دياجرام، أخذتهم في مادة التحليل. فهذا الرسم يا جماعة مهمة جدا، وببساطة بتفهمني إيش اللي بيصير في عملية هندسة المتطلبات. اللي بيصير الآتي: في مدخلات، وفي أنشطة، وفي مخرجات. ولازم تكونوا عارفين إنه المدخلات معلومات النظام، إيش حاجات ذوي الشأن، إيش المعايير التنظيمية، التعليمات التنظيمية، ومعلومات المجال. الأنشطة اللي بتتم: استنباط، تفاوض، توثيق، مصادقة. إيش المخرجات؟ إيش هي المتطلبات؟ إيش هي مواصفات النظام؟ وإيش هي نماذج النظام؟ هذه هي مخرجات ما يعرف به عملية هندسة البرمجيات. إحنا هان حنركز على الأنشطة اللي هي الاستنباط والتفاوض وتوثيق المتطلبات والمصادقة على المتطلبات. تمام. هلأ أول مرحلة، مرحلة إيش؟ مرحلة استنباط المتطلبات. طبعاً يعني أنا بدي أبدأ، خلينا نحكي نفهم إيش النظام بده. طبعاً المحللين والمستخدمين بقعدوا مع بعض، بتحاوروا مع بعض، وبفهموا من بعض إيش متطلبات النظام. تمام؟ بيطلعوا ببيان غير رسمي للمتطلبات، يعني زي نسخة أولية. هم قعدوا مع بعض، اتحاوروا مع بعض، اتشاوروا مع بعض، طلعوا لي زي مستند مش رسمي. طبعا يا جماعة يعني هان المحلل، محلل النظام مش بالضرورة يكون
يعني انا هل مش هقعد ابرمج ولا هقعد اعمل اختبار ولا هقعد اصمم؟ هان ما بركزش على المهارات التقنية عند المحلل، يعني بديش إياه يكون تقني شاطر، بدي إياه يكون عنده مهارات اتصال، يعني بدي إياه يعرف يستمع لاحتياجات المستخدمين، يطرح عليهم أسئلة تساعدهم على تحديد أهدافهم، تمام؟ ويقوم بتسجيل وجهات نظرهم لمتطلبات النظام. بمعنى المحلل هو اللي بيقعد مع الزبائن، هذا المحلل مش بالضروري يكون التقني الشاطر، أنا بدي إياه يكون عنده مهارات اتصال وتواصل، بيقدر يتحاور مع الزبون، بيقدر يسمع لهم من النوع اللي بيسمع منيح، من النوع اللي كمان بيقدر يسحب كلام من الكلاينت أو من العميل عشان يساعده على استنباط المتطلبات. طبعا حيسألهم مجموعة من إيش؟ من الأسئلة عشان نستنبط متطلباتهم. حسألهم أنتوا ليش بدكم تطوروا هذا النظام؟ عندكم أهداف؟ بدكم تزيدوا الربح؟ بدكم تحسنوا مثلا قطاع كذا؟ بدكم تريحوا توفروا وقت وجهد؟ فأنت بدك تسأله أنت ليش بدك تطور النظام؟ إيش توقعات المستخدمين من النظام؟ يعني هم بالآخر إيش حيستفيدوا؟ هل حيبطلوا يكتبوا الأشياء كتابة وحتصير كلها بشكل محوسب؟ هل بدك تريحهم من عناء الكتابة؟ فأنت بدك تشوف إيش توقعاتهم للمستخدمين. طب مين هم المستخدمين؟ وإيش خبراتهم؟ بيعرفوا يستخدموا الحاسوب؟ ولا بدهم تدريب؟ ولا بدهم كتيب إرشاد؟ تمام. ما هي مرئيات المستخدمين حول كيفية استخدامهم للنظام؟ يعني حرجع أسأل حالي، لأي مدى هم بيعرفوا أو حيكونوا عارفين يستخدموا النظام؟ إيش البيئة اللي النظام بده يشتغل فيها؟ ويندوز، لينكس، iOS، أندرويد، ديسكتوب، مبرمج بالجافا، برمج بالسي بلس بلس؟ إيش هي واجهات الاستخدام المتاحة والتي سيتم تصميمها؟ يعني إيش بتحب؟ بتحب تشوف أزرار كتير، ألوان كتير، بتحب تشوف تقارير، بتحب تشوف رسومات، بتحب تشوف جداول؟ فأنت كل هذا لازم تسأله للعميل عشان تساعده إنك إيش تستنبط منه المتطلبات. تمام. إيش الوظائف اللي النظام بده يؤديها؟ يعني كل مستخدم إيش بده من النظام وبلغتهم العامة؟ بدي أفوت على البرنامج، بدي أطلب طلبية، بدي أدفع حقها، بدي أحدد آلية الشحن. ما هي القيود والأجهزة والبرمجيات والنواحي الاقتصادية التي يجب أن يستجيب إليها النظام؟ يعني إيش البيئة، خلينا نحكي بتشبه إيش البيئة اللي بده يشتغل فيها النظام؟ ماذا ستكون أو ماذا سيكون الشكل النهائي للنظام؟ بدنا نعمل إيش؟ بروتوتايب، شكل النماذج الأولية، يعني ترسم له سكتشات سريعة لوجهات النظام وتورجي إياهم، تمام؟ فأنت وإنت قاعد معاه حاول تأخذ منه هو كيف حابب يكون الشكل النهائي للنظام، أو شكل النماذج الأولية، أو شكل النظام النهائي الذي سوف يتم على أساسه الإنتاج الشامل ذو الكميات الكبيرة. يعني في حال لو بدك كنت تعمل كذا فيرجن منه، كيف بده يكون الشكل النهائي عشان أعمل هاي الفيرجنز؟ فهذه الأسئلة بتساعدني يا جماعة على إنه أنا كمحلل من خلال جلساتي مع العملاء أو المستخدمين إنه أحدد بعض المتطلبات، أو خلينا نحكي شكل عام للمتطلبات، وأستنبطها وأساعدهم إنهم هم يحكوها.
يعني أنا بدي أسحب منهم الكلام لو هم مش فاهمين كتير إيش السيستم بدهم منه، أو إيش بالآخر يعني الفانكشنز اللي بده السيستم هذا يعملها. تمام، أنا رح أوقف هان، إن شاء الله المحاضرة الجاية بنكمل فيه. هندسة المتطلبات، يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.